مكن الدول المغربي حكيم زياش من إعطاء تمريرة حاسمة أسيست في الهدف الثاني لزميله بينوا في الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعد دقائق من دخوله كبديل لنوني في الدقيقة 75. ولم يتمكن زياش من هز الشباك لحد الآن في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث ظل حبيس كرسي الاحتياط في العديد من المباريات. سميتو زياش